يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للرجل أن يحلق شعر ساقيه وشعر صدره؟ نعم، لا بأس، يجوز للرجل أن يزيل شعر جسمه كصدره وظهره وساقيه وذراعيه، ما في مانع، سواء بالنورة، وقد فعله الإمام أحمد رحمه الله، تنور في جسمه. وأما المحرم فهو إزالة حلق اللحية، هذا هو المحرم. والرأس مباح، إن تركته وإن حلقته هذا مباح، فاللحية حرام والرأس مباح لك تحلقه ومباح تتركه، وإذا تركته على السنة فهو أفضل. وهناك شعر يجب إزالته وهو الشارب الطويل شعر الأبطين والعانة، هذا للوجوب يجب إزالته. إذن فالشعر على ثلاثة أقسام: شعر يحرم إزالته وهو اللحية للرجل والحاجبان للمرأة، شعر يجب إزالته وهو الشارب الطويل والآباط والعانة، وشعر يباح تركه ويباح إزالته وهو شعر الرأس. نعم.